زيارة الرئيس لتركيا لم تكن الأولى، لأن سبقتها زيارة للرئيس التركي للقاهرة. مظبوط، في فبراير 24. وكانت هذه الزيارة بمثابة يعني طي لصفحة من صفحات الخلافات. صحيح. زي ما حضرتك قلتي، كان دعم تركيا للإخوان المسلمين وعدم اعترافها بثورة الشعب المصري 3 يونيو. طبعا. ومع ذلك السياسة لا تعرف الخصام الدائم، لكنها تعرف لغة المصالح. أدركت تركيا أن لا يمكن أن يحدث استقرار في المنطقة بدون مصر، لا يمكن أن يحدث أي نوع من أنواع الصراعات وتحسم بدون تدخل مصر. طب. وده ثبت في ليبيا وفي سوريا وكذا دول. الآن مع طي صفحة الخلافات أدركت تركيا أن القوة الإقليمية الكبرى مصر لابد من التعاون معها، خاصة أن لغة الاقتصاد هي اللغة الحاكمة الآن. في حجم تعاون اقتصادي أكثر من 6 مليار دولار. صحيح. تسعى هذه الزيارة والمباحثات الاقتصادية لرفع هذا الحد إلى 15 مليار دولار. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ان حجم لابد من زيادة حجم التعاون. المسألة مش ليست استيراد فقط ولكن شراكة. الآن مصر هي بوابة للمنتجات التركية إلى أفريقيا، وفي نفس الوقت تركيا تكون بوابة للمنتجات المصرية للدخول لآسيا والدخول لأوروبا، وبالتالي هناك اتفاق على أن يبقى إدخال 20% من المكون التركي لبعض المنتجات المصرية لكي تدخل إلى السوق الأوروبية والسوق الآسيوية. ده الجزء الاقتصادي، وهناك طبعا هذا الجزء الاقتصادي لم يتأثر كثيرا أثناء فترة الخلافات اللي موجودة. وكنا بنرى المنتجات التركية موجودة في القاهرة. أيوة. وده دي حكمة القاهرة، لأن أنت كان يستطيع قرار سياسي إن هو يمنع مثلا دخول المنتجات التركية. طبعا. وكان سيؤثر كثيرا على الاقتصاد التركي. دي نمرة واحدة. وكان يمكن إن احنا ندعو بعض الأشقاء العرب والأفارقة بعدم دخول المنتجات التركية، لكن مصر هي الكبيرة. ما هو ده التعامل بالحكمه من الجانب المصري. استاذ يسري، على الجانب السياسي وبعد تصعيد اسرائيل في اليومين اللي فاتوا بعد تصريحات نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي، وفي نفس الوقت يعني لو اتكلمنا على نجاح العلاقات المصريه القطريه والمصريه التركيه دلوقتي، ومردود ده طبعا في تكوين القوى او رد الفعل لوقف التصعيد الاسرائيلي او تشتيت الراي العام. بص حضرتك، اولا حجم التصعيد الاسرائيلي مستهجن من الجميع، وتركيا لها بعض المواقف يعني قد توصف بالمصطلحات السياسيه بالموقف شبه الحاد في تصريحات. صحيح انها تصريحات قد يرى البعض انها مجرد تصريحات للاستهلاك المحلي، لكنها في النهايه بيطلع تصريحات ضد الممارسات الاسرائيليه. ومصر تقف يعني على خط المواجهه مع اسرائيل، وبالتالي دور مصلحه تركيا في العالم الاسلامي وفي المحيط المنطقه انها تشكل مع مصر قوه ضغط على اسرائيل، خاصة أن وصل الأمر إلى مداه، لم يتوقف الأمر عند غزة، ولكن بدأت التصريحات العنجلية من رئيس الوزراء الإسرائيلي باستمرار وجود القوات الإسرائيلية على الحدود المصرية، وده بيخالف اتفاقية كامب ديفيد من ناحية، وفي نفس الوقت دخول بعض المواجهات إلى الضفة الغربية، وده ممكن يخش في حالة عدم استقرار تخرج من داخل فلسطين المحتلة إلى جنوب لبنان في التصعيد اللي حاصل. بالنسبة لإيران، وإيران حليف لتركيا. بصي حضرتك، المنطقة عاملة زي رقعة الشطرنج، والأطواق الملتهبة في كل طوق ملتهب، ولذلك هذه المباحثات لم تتناول الجانب الاقتصادي فحسب، ولم تتجنب الجانب الإسرائيلي فحسب،
ولكن دخلت في القرن الافريقي ودخلت مصر، بعث قوات للصومال ضمن قوات حفظ السلام هناك، ولكنها اشاره الى اثيوبيا. ففي نفس في هذا التوقيت تحتاج الى حشد الدعم، وهنا جاءت هذه المباحثات جزء منها للدعم التركي والاتفاق. احنا شايفين التحرك على مستوى السياسات الخارجيه من الجانب المصري، ونجاح الجانب المصري في ده شيء يحسب لمصر في التعامل فيه بذكاء وحكمه. انا كمان حضرتك معلش كمان حضرتك هناك عدة ملفات زي الملف السوري. أيوة. ومصر كانت من البداية ضد تفتيت الكيان الدولة السورية ومع وحدة الشعب السوري، وأدركت تركيا بعد فترة كبيرة من الانخراط في هذا الصراع أن مصر كانت لها الرؤية الصاخبة في هذا المجال.